يقول: هل إعلان النكاح واجب أم مستحب؟ وكيف؟ نعم إعلان النكاح واجب لا بد منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح، أعلنوا هذا أمر، أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. فالإعلان يكون بالولي والشهود، هذا من الإعلان، وكذلك يكون بإقامة الوليمة، إقامة الوليمة بمناسبة الزواج، ويكون بالضرب عليه بالدف. كل هذه من أنواع الإعلان للنكاح. بقية السؤال يقول: لا، يعني يسأل: المرأة التي لها 60 عاما هل يعلن عليها؟ يعني تزوجت ولها 60 عام. نعم. من يبيها وهي لها 60 عام؟ لكن إذا وقع هذا وتزوجت، نعم يعلن النكاح، لا بد أن يعلن النكاح، ولو لها 100 سنة يعلن النكاح. نعم. يقول السائل: ما هو حكم التخلف إلى الحج بدون تأشيرة، وهل حجه صحيح أم باطل؟ ما يجوز للإنسان يعرض نفسه للخطر والمسؤولية، لابد يمشي مع النظام المصرح به أسلم له، لكن لو أنه خالف فقد أخطأ، ولكن حجه صحيح إذا أدى المناسك على الوجه المطلوب يكون صحيح، لكن أخشى أنه يتعرض لعقوبة أو أنه يمنع من الحج بعد ما يحرم، يمنع كما يحصل هذا كثيرا. فكونه يمشي مع النظام أسلم له وأبرى لذمته. نعم.